مساء الخير لكل حبايبي بالأردن وبفلسطين وبكل الوطن العربي. بدي أخبركم شيء، كونوا على الموعد. رح أخبركم إذا بتريد ضب سينك أصالة. لا بيبي، ب30/6 لقونا بالأردن بعمان بحفلة أنا والفنان معين شريف أو الفنان رضا المطرب واثنين اللبنانية جاكارة تنفيذ. وخري وخري وخري، أنا أقول يجيني إيش تحلوني فوتيل لو رويال في البول روم بعد الريكونستراكشن والريموديلينج. مثل وشك اسم الله. خلص بقى انت وياها بلا مشاكل. ايه هديوك لسه دخيلك. انه اتس اوكي، وثق انه فرت حفله يعني ما بأستر. خلص على السريع، الحفله ب 30 حزيران بعمان باوتيل لو رويال. نوال وين؟ ليش نوال هونيك؟ يا دلي شو بدنا نلبس؟ هاي نسبان هيربن لبست لها. هلا فرجيها. حفلة يلا حفلة يلا حفلة، فكي اوعى تبقي مرة قفلة، واللي فاكرة انه كله غفلة، فكي منها خلاص. سهرة يلا سهرة يلا سهرة، دمرة يا دمرة يا رفتك تزومبة، كونوا على الموعد. خليكي برضو سهرة.